مشاهدينا صباح الخير للجميع. مشاهدي قناة شوف تيفي كنتواجدوا بالسوق الفقيه بن صالح رحب الطاليان الشهيرة مشاهدينا، فتزامنا مع دخول الجالية المغربية المقيمة بالخارج، فإقبال كبير على هذه الرحبة الشهيرة اللي معروفة بالجالية ومعروفة بالأشياء الغريبة اللي كتدخل من الخارج. مشاهدي قناة شوف تيفي فغتبقوا معنا في هذه الجولة سوق الفقيه بن صالح، نشوفوا الأشياء اللي متواجدة ومعروضة للبيع بهذا الرحبة ديال طاليان بسوق الفقيه بن صالح. كما كتابعوا معنا مشاهدي قناة شوف تيفي فإقبال كبير على هذه الرحبة الشهيرة اللي معروفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج ومعروفة بالأشياء اللي كتدخل من الخارج، واحد العدد ديال الأشياء اللي متواجدة بها ومعروضة للبيع مشاهدي قناة شوف تيفي. كما قلت مشاهدي قناة شوف تيفي فإقبال كبير على هذا الرحبة الشهيرة رحبة ستاليان اللي معروفة بالجالية. كما قلت مشاهدي قناة شوف تيفي تزامنا مع دخول الجالية المغربية المقيمة بالخارج، فإقبال كبير على هذه الرحبة وعلى هذا سوق الفقيه بن صالح. كما قلت مشاهدي قناة شوف تيفي فواحد العدد ديال الأشياء اللي معروضة للبيع مشاهدينا واللي كتواجد بهذا السوق. إذن كما كتابع معنا مشاهدي قناة شوف تيفي على المباشر من رحبة ستاليان الشهيرة سوق الفقيه بن صالح. هذا رحبة مشاهدي قناة شوف تيفي اللي معروفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج. قلت مشاهدينا واللي كتواجد بها واحد العدد ديال الأشياء اللي معروضة للبيع. راه هذا وليدات البلاد، راه فينا سير طربوش اللي بغا يحيد شي دار ثوري، اللي بغا يحيد شي سنة، واللي بغا يحيد شي نار ما جابوش لي اخرى. إذن كما كتابعوا معنا مشاهدينا من سوق الفقيه بن صالح من رحبة ستاليان الشهيرة اللي معروفة بالجالية المغربية، وكما قلت مشاهدي قناة شوف تيفي والإقبال الكبير اللي كتعرفوا هذه الرحبة صباح هذا اليوم تزامنا مع دخول الجالية المغربية المقيمة بالخارج. كما كتابعوا معنا مشاهدي قناة شوف تيفي فإقبال كبير على هذه الرحبة اللي معروفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج.
ما قلت مشاهدي قناة شوفتها بها هذا الإقبال اللي معروفة بالأشياء اللي كتدخل من الخارج واللي عليها واحد الإقبال كبير اليوم تزامنا مع دخول الجالية المغربية. ما قلت مشاهدي قناة شوفتها فأقبال كبيرة لهذا الرحبة صباح هذا اليوم تزامنا مع دخول الجالية المغربية المقيمة بالخارج. إذن كما كتابعوا معنا مشاهدينا على المباشر من رحبة الطليان الفقيه بن صالح والإقبال الكبير اللي كتعرفوا هذا الرحبة تزامنا مع دخول الجالية المغربية المقيمة بالخارج. كما قلت مشاهدي قناة شفت به واحد العدد ديال الأشياء اللي متواجدة بها واللي معروضة للبيع هذا الصباح. إذن مشاهدينا تحية للجميع، تحية للجالية المغربية المقيمة بالخارج. مشاهدينا فمن خلال هذه الجولة قربنا مشاهدينا الأجواء اللي كتعرفها هذا الرحبة والإقبال الكبير اللي كتعرفوا هذا الرحبة صباح هذا اليوم. طبعا مشاهدينا كما قلت تزامنا مع دخول الجالية المغربية المقيمة بالخارج. إذن هذا الرحبة اللي كما قلت مشاهدينا كتواجد بها واحد العدد ديال الأشياء واللي معروضة للبيع. نعود لكم مشاهدي قناة شوفتها في إن شاء الله في مباشر آخر في موضوع آخر. إلى اللقاء.